موضوعنا هو السوج وتركيبه أو مياه الصرف الصحي. تتكون من 70% مواد عضوية و30% مواد لا عضوية الـ inorganic. Decomposition of organic matter decay، التحلل شلون يتم، طريقة الأيروبيك بروسيس، عمليات الهوائية باستخدام الأيروبيك بكتيريا أو بكتيريا التحلل الهوائي من خلال organic matter plus bacteria plus O2. راح يطلع عندي نيو بكتيريا تنقسم CO2 H2O SO4 NO3 NH3. الانايروبيك بروسيس عمليات لا هوائية باستخدام انايروبيك بكتيريا، البكتيريا اللاهوائية تتغذى فقط عن اورجانيك ماتر بدون الاكسجين، بلس بكتيريا خلايا جديدة نيو بكتيريا وغاز CO2 H2O H2O CH4 NH3 N2. نلاحظ مخلفات عملية التفكيك تكون اكثر التحلل اللاهوائي. يعتبر التحلل الهوائي أكفأ وأسرع من التحلل اللاهوائي. ملاحظة: there is a third group of bacteria called facultative which can carry on their life process under either aerobic or anaerobic conditions. نوع ثالث من البكتيريا هي تقدر تشتغل بعمليات تحلل هوائي أو لا هوائي، بوجود الأكسجين تشتغل بعمليات تحلل هوائي، بانعدامه تشتغل عمليات تحلل لا هوائي. موضوعنا التالي هو كيفية قياس درجة تلوث مياه الصرف الصحي. عندنا مصطلح اللي هو Biochemical Oxygen Demand، المتطلب الحيوي للأكسجين أو نختصره BOD، هو حقيقة مؤشر ينطي درجة التلوث بالأكسجين من خلال الأكسجين اللي موجود. شلون راح نجي ناخذ اشتقاق ونشرح التفاصيل. The amount of oxygen needed by bacteria to oxidize the organic matter، تعريفه هو كمية الأكسجين اللازم لأكسدة المواد العضوية من خلال البكتيريا. يعني نعرف ايش قد مواد عضوية بالصرف الصحي، كل ما أكثر يعني ملوثة أكثر. الأكسجين كل ما نحتاجه أكثر لأكسدة المواد العضوية، يعني عندنا مواد عضوية أعلى وبالتالي تحتاج أكسدة. عندي هذا الرسم الفيجر لو شوفوا البيكر، عندنا الـ Y axis اللي هو L أعلى شيء وحداته ملي جرام بير لتر O2، والـ X axis تايم يعني ويا الوقت إيش قد نحتاج أكسجين بتركيز ملي جرام بير لتر. راح ناخذ كيرف هذا طبعا ويا بداية الوقت صفر راح يكون الاستهلاك اعلى شيء في بدايته. ليش؟ لان مياه الصرف الصحي راح تكون ملوثة، اعلى تركيز مواد عضوية وبالتالي يحتاج اعلى كمية اكسجين. مع الوقت من تبدي تتأكسد المواد العضوية راح ويا التايم ويا الاكس راح نشوفون الكيرف الاحمر ينزل، لانه قلت المواد العضوية ويعني الحاجة الى الاكسجين راح تبدي تقل. ناخذ السلوب مالت الكيرف دي واي باي دي تي يساوي ماينس كي في الواي. طبعا لو نلاحظ على يمينه وير بي او دي ان اوكسجين كونسيومد افتر تي تايم ملي جرام بير لتر، الاكسجين المستهلك بعد مده معينه. ال التيميت بي او دي امونت اوف اورجانيك ماتر ات تي ايكوال زيرو، اعلى كميه اكسجين مطلوبه للاكسده. الكي هو عباره عن دي اوكسجينيشن ريت، كم نسبة استهلاك الاكسجين، الديكي ريت بير داي. واحد عادة يكون تقريبا، طبعا هو يختلف مع درجة الحرارة، 0.23 بير داي ات 20 سلسيوس في 20 درجة مئوية فور دومستيك سويج. طبعا يختلف من الصرف الصحي عن الصرف الصناعي، تقريبا هذا فد رقم تقريبي، تغير الحرارة ايضا يتغير. نرجع نكمل نقول هسه نحول الواي الى الطرف اليسار، دي واي باي واي ماينس كي في الدي تي صار. طبعا الدي واي باي واي اكاملها مشتقه موجوده بالاعلى فيصير لين واي، رياضيات اعتيادي تكامل محدد، ماينس كي تي بلس سي ثابت التكامل. هسه نبدي ناخذ انيشال كونديشن التي اكوال زيرو، عندما الزمن يساوي زيرو الواي الكلي اللي هو راح يساوي ال. شنو الواي هنا؟ Oxygen remaining organic matter are not oxidized. ال L هو كمية
أكسجين المطلوبة لأكسدة كل المواد العضوية، أما الواي هو لا، هو الأكسجين المتبقي مو اللي تم استهلاكه بالأكسدة. يعني المتبقي خلينا نقول at y equal 0 ال y equal L يساوي ال ultimate. يعني شنو؟ عندما بعدني ما أكسدت المواد العضوية، الواي كمية الأكسجين المتبقي هي الكمية الكلية اللي تساوي ultimate، لأن بعدني at time equal 0 ما بدأت البكتيريا تشتغل في أكسدة المواد العضوية. ويا الوقت تبدي تأكسد راح يبدي يتغير تركيز الأكسجين المتبقي. إذن الواي هو مو بي أو دي، هو عكسه، هو الأكسجين المتبقي. أما البي أو دي هو الأكسجين اللي تم استهلاكه لأكسدة المواد العضوية. نرجع نكمل، لين واي يساوي ماينس كي في التي بلس، لأن ثابت صار الواي اكوال ال ات تي اكوال 0، يعني كي في تي صفر، فيصير الواي اكوال ال لين ال، وبالتالي راح يصير لين واي ماينس كي تي بلس لين ال، لأن الواي يساوي ال ات تي اكوال 0. نرجع لين واي اوفر ال، من حولنا للطرف الثاني، اذا الاشارة سالبة يصير بالمقام يساوي ماينس كي تي. الواي اوفر ال راح اطير اللين، ارفع الطرفين اكسبوننشال رياضيات، يصير واي اوفر ال يساوي اي تو ذا باور ماينس كي تي. بعدين الواي شي يساوي؟ ال L حولته الطرف الثاني L to the power E to minus KT. هاي شنو ال Y؟ يعني كمية الأكسجين المتبقي وليس المستهلك يساوي L to the power E to minus KT. هسه نرجع نروح للكيرف، راح نشوف ال BOD هو كمية الأكسجين المستهلك. زين، أنش عندي الأكسجين الكلي L at T equal 0، أطرح منه المتبقي Y، شو يصير؟ ال BOD. إذن ال BOD هو عبارة عن L minus Y. أرجع وأكرر، الأكسجين الكلي شقد؟ L at T equal 0. المستهلك بالرسم موجود، راح نشوفه Y بالكيرب، عفوا المتبقي وليس المستهلك. المستهلك راح يكون الكلي ناقصا المتبقي، الكلي L ناقص Y، هذا ال L minus Y هو ال BOD، الأكسجين اللي تم استهلاكه لأكسدة المواد العضوية اللي هو راح يعطيني درجة التلوث. إذا هنا L BOD شي يساوي؟ L minus Y مثل ما موجود بالرسم، نرجع نكمل المعادلات، ويساوي L minus L e to the power minus kt. ليش؟ لأن ال Y يساوي L exponential للقوة minus kt. بالنهاية ال BOD يساوي، طلع L عامل مشترك، 1 ناقص e to the power minus kt. هذه تحفظوها، المعادلة الأخيرة مالت ال BOD. الآن عندنا الفحص القياسي للـ BOD. طبعاً الـ BOD بأجهزة موجودة بالمختبر عندنا، ونحتاج بحاضنة لدرجة حرارة معينة للبكتيريا موجودة بمختبر الصحية. لو الدوام راجع كان شفتوه للتجربة والأجهزة. The standard sample is incubated at 20 Celsius. سامبل ناخذه وندخله بحاضنه مثل الثلاجه، نضبط درجه حرارها 20 درجه لخمسه ايام. فبي او دي 520، ال 5 شنو؟ ال 5 هو دايز، وال 20 هي الديجريز الحراره، يعني خمسه ايام 20 درجه، ممكن ثلاث ايام 20، ممكن ثلاث ايام 25 حسب. بس بهاي الدرجه يقول بي او دي 5 دايز 20 70% فروم ذا التيميت، 70% من المواد العضويه تتاكسد عند درجة حرارة 20 للبكتيريا ولمدة 5 أيام. زين، عندي ال K capital sub T، يعني ال K at any temperature، يعني حرارة، ال T capital حرارة، يساوي K at 20 في درجة حرارة 20 الثابت، مضروب في 1.047 للأس T درجة الحرارة ناقص 20. حتى لو يطلع أس سالب ماكو مشكلة، مرات الطلاب يطلع له مثلا ال T 15 درجة مئوية، يشوفها 15 ناقص 20 يبدل الإشارات، لا تبقى الإشارة حسب ما موجود، ما لنا علاقة.
الالتي كمية الالتيميت الاكسجين ات اني تمبريتشر يساوي L20 في درجة حرارة 20 بين قوسين 0.02 مضروبة في درجة الحرارة T plus 0.6. هاي المعادلات الثلاثة هسه كلها حفظ. عندي ال BOD at any time T small كم يوم؟ 1 2 3 4 5 at any temperature T capital يساوي L sub T at any temperature مضروب في 1 ناقص K T at any K sub T يعني ال K نفسها لدرجة حرارة معينة مضروبة في التايم اللي هو days. ناخذ مثال حتى نوضح العمل. يقول a waste is being discharged into a river that has a temperature of 10 Celsius. يقول يعني يتم طرح waste مخلفات صرف صحي في نهر في درجة حرارة 10 مئوية. What amount of oxygen consumption has occurred in 4 days؟ يقول خلال 4 أيام شقد تم استهلاك الأكسجين لأكسدة الويست المخلفات. If K20.23 في درجة حرارة 20 and L20 110 مليغرام بير لتر. Ultimate oxygen بدرجة 20 هو 110 والK20 يساوي 0.23. راح نبدي نحل. احنا درجة الحرارة عندنا 10 اذا مو 20 راح بدي اسوي تحويلات. K at 10 degrees يساوي 0.23 مضروبة في 1.047 to the power 10 درجة 10 درجة الحرارة ناقصا 20 حسب القانون يبقى ثابت يساوي 0.145 per day الـ K وحداته على اليوم. كأنه الـ ultimate BOD أو الأكسجين في 10 أيام 10 درجة مئوية عفوا يساوي الـ L20 110 في 0.02 مضروب في درجة الحرارة plus 0.6 طلع لي 88 مليغرام بير لتر. إذا بنقص درجة الحرارة راح تتغير الأرقام. BOD المطلوب في 4 أيام لعشرة درجات مئوية 4 days 10 degrees يساوي 88 واحد ناقص exponential للأس ناقص 0.145 لأخذناه هو الـ K10 في 4 days ويطلع الـ BOD يساوي 38.7 مليغرام بير لتر. الآن عندنا موضوع كلش مهم اللي هو سيلف بيوريفيكيشن أو التنقية الذاتية. The concentration of dissolved oxygen in a river is an indicator of the general health of the river. والتركيز الأكسجين المذاب بالنهر هو مؤشر على مدى صحة النهر وصلاحيته لأن يكون وسط للنمو النباتات المائية وللأسماك وغيرها. All rivers have some capacity for self-purification. كل الأنهار أو المسطحات المائية عندها فت قدرة للتنقية الذاتية. To assess حتى نقدر the capability of a stream to absorb a waste load, a DOD sag curve is used as shown. عندنا DO. DO هو dissolved oxygen. Sag يعني ان انحدار نسبة الاكسجين او النقصان بالاكسجين. هذا الرسم طبعا figure typical DO sag curve مطلوب من عندكم حفظه وتأشيراته موجودة. راح نبدي نباوعه. اول شيء عندي ال y axis هو كمية الاكسجين المذاب مليغرام بير لتر تركيزه. الاكس اكسس هو ترافل تايم يعني المي ده يمشي بمجرى شقد ورا يوم يومين ده يمشي يعني من مجرى داون ستريم. زين عندنا الدوتد لاين الساتوريشن فوق لو شوفوا دي او مكتوب دي او سب اس هذا الدوتد لاين بالاسود تقريبا بالتسعة ملي جرام بير لتر. هذا اعلى شيء عندما يكون النهر مشبع بالاكسجين اعلى قيمة. الكيرف الاحمر هو كمية الاكسجين المتبقي. زين
عندنا اول شيء من طرحنا الويست بالنهار راح يصير initial deficit، نقصان ابتدائي دي سب اي، وفي بعض الكتب يكتبوا دي سب نوت زيرو. يعني هذا شنو هو؟ كان 9 اول ما طرحنا الويست، اكسدت البكتيريا سريع، وصل قيمته 6 بدا هذا الافيلبل، يعني من نقراه 6 من، اذا صار نقصان ايش قد نقول 4 كانه. راح ينزل الكيرف، تبقى كمية الأكسجين بالنهار تقل، لأن تشتغل البكتيريا دا تأكسد الملوثات أو المواد العضوية إلى أن توصل أقل قيمة، اللي هي راح تكون critical point، اللي هي أنصى قيمة، يعني أنصى أو أقل كمية أكسجين مذاب تصير بالنهار هي النقطة الكريتيكال. عند يا زمن يختلف من كل نهر إلى نهر، ممكن النهر هسه هنا تقريبا تي سب سي هو الكريتيكال تايم أو الزمن الحرج. هنا مثلا تقريبا after 2 days، ممكن نهر after 3 4 يصير shifting بالكيرف الاحمر يسرى او يمنى حسب ما موجود. راح يبدي ورا ما البكتيريا تأكسد المواد العضوية تقل، راح يبدي النهر يرجع يعالج نفسه، تزداد كمية الاكسجين المذاب، وراح يبدي يصعد الى ان يرجع يوصل للساتوريشن ورا مدة من الزمن لو نشوفه. ورا التي سبس سي اكو دي او كونسنتريشن، يعني هذا اللي جوا اللي يقراه مثلا من قلنا 6 او ايش قد، هو تركيز الاكسجين المذاب. اما التسعه ناقصا الاكسجين المذاب راح يكون الديفيسيت النقصان. هذا مطلوب من عندكم للحفظ. هسه عندنا العوامل المؤثره على التنقيه الذاتيه، فاكتورز افكتنج سيلف بيوريفيكيشن، مطلوب حفظها. اول شيء عندي الديلوشن، يعني من مثل ما اذب حبر بجلاس مي لونه طخ يتخفف اللون، نفس الشيء اذب ملوث في نهر راح كمية الملوثات وتراكيزها تقل، اذا تساعد هاي النقطة. كارنتس تيارات المي تساعد على التهوية. سيدمنتيشن الترسيب ايضا يساعد على التنقية الذاتية. والبوتوم ديبوزيت المواد المترسبة في قعر النهر تسبب حركة التيارات قعر النهر وأيضا تسبب خلط. سانلايت أشعة الشمس أيضا، ليش؟ لأن النباتات البحرية تشتغل بالتركيب الضوئي، تأخذ CO2 وتحرر الO2، وأيضا درجة الحرارة تأثر على التنقية الذاتية، البكتيريا تتنشط بارتفاع درجة الحرارة. هاي مطلوبة حفظها من عندكم. عندنا موضوع آخر هو الماس بالانس ابروتش او الميكسينج اكويشن، معادلات توازن الكتلة او معادلات الخلط. راح نباوع الرسم اللي قبالنا، البلوك الازرق هو عبارة عن نقول فد مقطع في نهر، ايش دا يصير عندي؟ ماس اوف ديسولد اوكسجين ان ريفر، ايش قد يعني تركيز الاكسجين المذاب بالنهر، وعندي ماس من فوق اوف دي او ان ويست ووتر. شلون مثال قبله كانه طرحنا بالنهر، نهر جاري باتجاه بتركيز اكسجين، الويست ووتر ايضا راح يجي بتركيز اكسجين اخر. راح يصير خلال هذه النقطه اللي مرسومه البلوكل بالازرق يصير عمليه ميكسينج خلص. راح ايش يصير بيها بهالحاله؟ يطلع كواليتي جديدة تختلف عن كواليتي النهر والويست ووتر after mixing، mass of DO in river after mixing. الماس of dissolved oxygen in river شو يساوي؟ Q sub R يعني Q river في DO sub R DO river، مثل ما نعرف التراكيز مليغرام بير لتر DO، ومتر تكعيب مثلا نقول بير اور بير داي. راح كأنه مثل ما اخذنا الفصل الاول نطلع التركيز الكلي او الكتلة الكلية، عفوا الكتلة الكلية للاكسجين، لان ملي جرام بير لتر تحول كيلو جرام على المتر المكعب، وعندي كيلو جرام هناك راح يصير كأنه ماس فلو ريت مثل ما حكينا كيلو جرام بير تايم يونت. ماس اوف دي او ان ويست ووتر كيو دبليو دي او دبليو للويست. ماس اوف دي او افتر ميكسينج تساوي كيو دبليو دي دبليو زائد كيو ار دي او ار مجموعهم. similar for BOD ايضا يشبه، قلنا البي او دي هو ايضا تركيز اكسجين بس مو مذاب، المستهلك لاكسدة المواد العضوية اللي ما استوعب اللي قلته بالصفحات اللي قبلها.
انه البي او دي هو الاكسجين المستهلك لاكسده المواد العضويه، اما الدي او فهو الديسولفد اكسجين الموجود فعليا. ماس اوف بي او دي افتر ميكسينج ايضا كيو دبليو بي او دي دبليو زائد كيو ار بي او دي ار. ذا سيم فور التيميت بي او دي ايضا كيو دبليو ال دبليو كيو ار ال ار. الالتيميت قلنا الموجود قبل عمليه الاكسده، لذلك هاي حفظ المعادلتين. therefore DO dissolved oxygen after mixing هذا الدا قصده اللي خارج يساوي QW DOW زائد QR DOR على QW plus QR. نا ما تحتاج تحويل وحدات لأن مقسومة وحدة على الأخ، فمو حتى لو نضرب متر تكعيب على وحدة الزمن في ملي جرام بير لتر تلقائيا راح يروح. ليش؟ لأن مقسومة على الكيو بنفس الوحدات. ال LA ultimate BOD after mixing هذا رأسا هي هاي العملية اللي تصير Q waste في LW plus QR في LR على QW QR where عندي QW flow rate of waste meter تكعيب per second whatever QR of river DO in waste water milligram per liter DO in river milligram DOR ultimate BOD of wastewater milligram per liter LR ultimate BOD of river والDO after mixing والLA initial BOD after mixing. هذه معادلات الخلط نسميها، حفظ تحفظوها. لحساب النقصان بالأكسجين الدفيسيت ايش قلنا من الكيرف اللي شفناه بالبداية يساوي الدي الدف الدي ديفيسيت النقصان في اي وقت، الدي نوت او الدي اي هو الانيشيال الفرق ما ننسى. النقصان شي يساوي قلنا دي او ساتوريشن كميته ناقصا الدي او، واضح؟ او النقصان ممكن شو نسميه، نقدر نقول ال ناقصا الواي نفس الشيء كان موجود بالرسم. الانيشيال ديفيسيت ننتبه دي سب اي او دي زيرو دي او ساتوريشن ناقصا الدي او الموجود هو افتر ميكسينج صار يساوي كيو دبليو دي او دبليو كيو ار دي او ار على كيو دبليو بلس كيو ار. الدي او لين افتر ميكسينج من المعادله قبلها هو هذا ايضا هاي للحفظ. الدي اوكسجين ديفيسيت ملي جرام بير لتر النقصان بالاكسجين، النقصان مو الافيلبل يساوي دي او ساتوريشن ناقصا الموجود يطلع النقص. دي اي انيشيال ديفيسيت افتر ميكسينج والدي او اكتشوال كونسنتريشن اوف ديسولت اوكسجين والدي او سب اس هو ساتوريشن. عندي معادله سووها علماء اثنين انهم ستريتر وفيليبس اكويجن، هاي المعادله نحسب من خلالها اوكسجين ديفيسيت ان ريفر. شو تقول هاي ايضا للحفظ، دي تساوي كي سب دي ال 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 سب اي على كي ار ماينس كي دي. دي اوكسجين ديفيسيت ان ريفر ملي جرام بير لتر. ال ال اي انيشيال التيميت بي او دي، ال ال اي قلنا شلون نحسبه افتر ميكسينج بعد الخلط مباشرة. الكي سب دي تعرفوا دي اوكسجينيشن ريت كونستانت بير داي، ثابت استهلاك الاكسجين. الكي ار هنا ري اريشن ريت كونستانت، ثابت التهويه امبير دي. طبعا دائما يكون الكي سب ار لازم اكبر من الكي دي ولا ما يصير سيلف بيوريفيكيشن، لازم اكو تهويه اعلى من عمليه استهلاك الاكسجين. تي تايم اوف ترافل اوف ويست ووتر داون ستريم دايز لا ننسى. دي اي ايضا انيشال ديفيسيت النقصان الابتدائي افتر ميكسينج ملي جرام بير لتر. هاي الترمات ارجع اعيد المعادله، دي يساوي كي سب دي مضروب في ال سب اي على كي ار ماينس كي دي مضروب في القوس نفتح الاكسبوننشال للاس ماينس كي دي في التي تايم ماينس كي دي في التي ناقصا الاكسبوننشال للاس ناقص كي ار في التي سد القوس زائد دي سب اي اي تو ذا باور ماينس كي ار في التي. The lowest point on the DO-SAC curve which is called the critical point أقل نقطة للأكسجين المذاب قلنا أوطى نقطة نسميها T sub C the critical time indicates the worst condition in the river تحدد أسوأ حالة للنهر
The time to the critical point T sub C can be found by أيضا حفظ T critical يساوي 1 على KR minus KD لن هنا مضروب قوس كبير KR over KD مضروب بقوس صغير 1 ناقص D sub A KR minus KD على KD في LA نسد القوس الصغير والقوس الكبير التيارمات نفس السابقة نوت هنا يقول ملاحظة The critical deficit D sub C is found by using T sub C value in the Streeter-Phillips equation. إذا أردت أحسب T sub C لcritical deficit يعني المعادلة مال D Streeter-Phillips إذا أردت أحسب ال D sub C من عندها هو نفس المعادلة أحط T C مكان T بالتيرمات الفوق بالمعادلة السابقة تتحول من D إلى D sub C من أخلي الزمن الحرج. ناخذ مثال A community discharges a waste flow to a small river. يقول مجمع يطرح مياه صرف صحي إلى نهر صغير. Find at what time the critical deficit will be reached. خلال يا زمن راح ورا بعد أي مدة زمنية راح يوصل تركيز الأكسجين إلى التركيز الحرج بالنهر. If the temperature 20 Celsius درجة الحرارة 20 K sub D 0.23 per day K sub R 0.46 per day شوفوا الـ KR أعلى مثل ما قلنا The initial deficit after mixing is 3 milligram per liter يعني أول نقصان بالأكسجين عن الـ saturation مالتج كان 3 milligram per liter And the initial ultimate BOD is 20 milligram per liter. هنا راح أطبق T sub C مباشرة 1 على KR minus KD 0.46 minus 0.23 في لن قوس كبير KR على KD 0.46 على 0.23 مضروب قوس صغير 1 ناقصا 3 اللي هو D not initial deficit 3 ملي جرام KR minus KD على KD في الultimate BOD after mixing 20 طلع عندي 2.3 days ممكن أحوله إلى ساعات أضربه في 24 أو في دقائق أي واحدة مطلوبة نحل عليها إذن بعد مدة ما يقارب يومين وثلث يوصل النهر إلى أوطأ تركيز للأكسجين في أوطأ حالة وبعدها يبدي النهر يعالج نفسه حسب الكيرف الموجود واضح؟